مرحبا، كيفكم اليوم؟ جبت لكم وصفة قطايف كثير طيبة. أول شيء هذه المكونات، بتجيبوا خلاط أو جات حسب أنتم كيف بدكم تغلطوها، بتحطوا المكونات كلها فوق بعضها، مش ضروري بالترتيب يعني حسب المقادير كيف مكتوبة. تخلطوها، ما تخلطوها كثير، بس لحد ما ينخلط كل شيء ويدوب لطحين كمان. هيك لازم يكون القوام. تركتها ترتاح نص ساعة. بعد نص ساعة إذا كانت شادة معكم، يعني مش بهيدا القوام اللي طلع معي، بترخوها بشوية مي ورجعت زدتلها شوية موارد لتعطي طعم طيبة. حميت السخانة وبلشت حطهم، بس يطلع الفقاعات لفوق وتنشف من فوق، بتشوفوا إذا تحمرت من تحت. بتحطوها على نار متوسطة لخفيفة كرمال ما تحترق من تحت وبعدها مستوت من فوق. وهيك طلع شكله معي، طلع شكله كتير حلو. وبلشت بدي بلش زينهم. طحنت شوية فستق حلبي عشان التزيين، والقشطة عملتها بالفيديو السابق معكم. اللي بده الوصفة يفوت على القناة ويشوف الفيديو اللي قبل هيدا، هي القشطة. بلشت تحط بقلبهم وسكرهم وغطيهم في الحلبة. اللي بده يعملهم مقليين، انا ما حبيت، خليتهم نيين اطيب. اللي بده يعملهم مقليين بحط فيهم القشطة، بسكرهم منيح وبتقلوهم وبتغطوهم بقطر بارد. كمان القطر عملته معكم قبل، لازم تكون يعني اذا تكون تقلوها دغري بتطلعوها من الزيتية السخنة، تحطوها بقطر بارد عشان تطلع مقرمشة. بتقدموها مع قطر عملتها قبل معكم. بنصحكم تجربوها وصحتكم.